ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب ده يا جماعة دي رسالة الدكتوراه بتاعت منو دي؟ دي الرسالة ذات بتاعت منو؟ اسمه عصام، دكتور عصام الدين أحمد محمد بابكر. ده منو؟ ده منو؟ ده مين التنظيم بتاع جماعة أنصار السنة المحمدية كله؟ ده الدينامو المحرك للتنظيم كله بتاع جماعة أنصار السنة، والقلب النابض لتنظيم أنصار السنة. رسالة الدكتوراه بتاعته دي في الصفحة رقم 158. هذول ده بيقول شنو؟ يعني بيتكلم بوثائق، لكن هم بيتهمونا ساكت. ما هو الاتهام ساكت ده اي زول بيقدر له، والنساوين بيقدر له، لكن الكلام بالوثائق ده انت ما بتقدر له، الزول الحزبي ما بيقدر له. طيب بيتكلم عن حكام الارض اليوم الهسه قاعدين ديل، بيقول عنهم شنو؟ عشان اوريك التكفير منو ذاته. في الصفحة رقم كم؟ 158. قال كما قال جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وذكر آيات. قال: واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل. هو بيتكلم عن شنو يا جماعة؟ سلاطين الأرض، خلاص. طيب عدوان على التوحيد وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا. وأكثر، اسمع الكلام ده جيدة، وأكثر سلاطين الأرض اليوم، تكلم عن شنو يا جماعة؟ الرؤساء بتاعين الدول الموجودين الليلة اليوم. قال لي ما أي زمن تاني، اليوم. وأكثر سلاطين الأرض اليوم وزعمائها قد تجرأوا على هذا الحق وتجرأوا على الخالق الملك فأحلوا ما حرم وحرموا ما حل. قال إلى أن قال: والشهادة لهؤلاء الظالمين. يا توم ديل الحكام بتاعنا الليلة، الرؤساء البشير وداك سلمان وبتاع مصر السيسي والأكثرهم ديل. قال: والشهادة لهؤلاء الظالمين بالإيمان عدوان على الإيمان وكفر بالله. يعني لو قلت ذا المؤمنين ما كافرين، الإيمان ضد شنو يا جماعة؟ الكفر. إذا قلت ذا المؤمنين قال ده عدوان على الإيمان وكفر بالله. إذا قلت حكام الليلة ذيل مؤمنين أنت كفرت ذاتك، أنت ذاتك كافر. التكفير منه يا شيخ؟ نحن بنقرأ القرآن وما تيسر من القرآن والسنة، وبنقرأ رسالة الدكتوراه حقتك ذاتك عشان نكشفك للناس، لأنه ده الناس ما تسوسين يا شيخ. خلاص، وكلام كثير أنا اختصرته لك بس مواضيع الشاهد. ومش كده وبس، أمر بعد ذاك بالخروج عليهم. قال: وطريق أهل السنة، بعد ما كفرهم وكفر الزول اللي بيقول ده المؤمنين، أنت الآن البشير عندك مؤمن ولا كافر؟ أنتوا كفار. دعينا أنصار السنة، ده أمين التنظيم كله في السودان كله وبر السودان في العالم، تاع جماعة أنصار السنة المحمدية التنظيم السوداني، القاعدين جوا والقاعدين برا، ده أمين التنظيم، الدينامو المحرك عصام الدين عبد بكر، زول أهبل قاعد في الكلاك لهناك. ده رسالة الدكتوراه حقته. وكلهم الناس الكبار كبار ديل الشيوخ والإداريين والرؤساء ديل أخوان مسلمين. تحت ممكن يكون زول ما فاهم حاجة، ما سمع الحق، ما سمع كلامنا، ده ممكن نعذره لحد ما يعرف الحق. إذا عرف الحق تاني ما عنده عذر. اليوم اللي عرف الحق ويابا يلتزم به، سواء كان بده ظرف أو بده مرتب في جمعية ولا في جماعة مركز عام ولا سجم رماد، الحجة تقوم عليهم. شفت كيف؟ قال، اسمع لسه الكلام جاي أنت قاله ده بس. قال: وطريق أهل السنة، بعد ما كفرهم، وأهل السنة ديل ما أهل السنة الحقيقيين، ديل التكفيرين. أهل السنة عنده هو يعني. طيب: وطريق أهل السنة جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق إلى نصابه. تجاهد منه؟
الحكام الكفار ديل، والناس اللي بيقولوا الحكام ديل مؤمنين برضو كفار، برضو ديل دارين جهاد، ده منهج التكفير والهجرة. كفروا الحكام وبعد ذلك كفروا شنو؟ كفروا الناس. ده هو ذاته منهج ناس عباس الباغر والخليفي وبن لادن. شيخ أبو زيد ما صلى على بن لادن وما مدح بن لادن. بن لادن ده شنو بيلعب في المريخ؟ بن لادن ده ما أكبر تكفيري على وجه الأرض وأكبر خارجي على وجه الأرض، زي ما أفتى بن باز وأفتى العسيمين وأفتت اللجنة الدائمة وأفتى جميع العلماء الفوزان وغيره. الزكى بن لادن منو؟ شيخ أبو زيد وعبد الحي يوسف. الحق ده ما فيه لعب يا جماعة، ولا ده غيبة. أوعك تقول لي ده غيبة، لأنه هسه لو واحد شال من الأرض بتاعتك شبر واحد، المحاكم بتدور ولا بتدور 16 محامي و16 كرافتة إن موكلي وغالة موكلتي وررر، صح ولا ما صح؟ 12 جلسة تلقى 12 جلسة سنة كاملة جلسات في متر أو شبر من الأرض، والقاضي يسألك يقول لك ده منو شال الشبر من الواطة حقتك من الطين؟ والله ده محمد ود أحمد، بتجيب اسمه ولا ما بتجيبه؟ ولا بتقول له ده غيبة؟ يا ناس دي واطة وطين، عفنا ساكت، نحن بندافع عن دين الله. ناس بيخربوا. لما نجي أجيب اسمه تقول لي دي غيبة؟ لما نجي أجيب اسمه تقول لي ده غيبة؟ ده دين الله يا ناس. أجيب اسمه وأجيب اسم أي زول تابع له. وأتحداهم كلهم هسه عادي، أي زول داري يناقش يناقش، أي زول عدسي بصلي كله يجي يناقش بالكلام ده. كله عرفت كلامي؟ كله في الكلام ده يناقش، ولا بيقدروا ولا بيقدروا، بس يجيب بعيد ويقول لك والله دي الاولاد صغار وما قام لي شنب، عندي اثنين في شنو يعني؟ ده موضوعك ما قام لي شنب وما قام لي بتاع، يا ناس علم، قول لي ده حق، كلام ده قول لي حق، الدليل قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، قال الامام مالك، قال ابن تيميه، قال الشافعي غيره، جيب دليل يا اخي، ما تقول لي ده صغير، واحدين قالوا دول شغالين في الامن، واحدين قالوا ديل كيف، ودي توهم زمان اتهموا بها علمائنا الكبار، قالوا محمد عبد الوهاب أنا يهودي تابع للمخابرات اليهودية، قالوا محمد أمان الجامي أنا ضابط في الأمن، واحد قال دخلت عليه وده واحد سروري زي السرورية ديل بتاع انصار السنة والجمعية وغيرهم، قال دخلت عليه وقال لي لقيته لابس رسمي، قال اتفاجأ قام ملص وقال يا ناس ذكي طيب ذول عالم ده عالم. طيب نرجع لعصام الدين أمين تنظيم انصار السنة، قال وطريق أهل السنة جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق وجعل الدين لله وحده وتخلص الأمة من هذا الشرك الأكبر والكفر البواح. يا تدع الحكام والناس اللي بيقولوا الحكام دي المؤمنين ما كفار، لابد يجاهدوكم انتم، تبقى قبل قلت البشير ماله مؤمن، انتم لابد تجاهدوا ويقتلوكم ذاته، لأنه كلامكم ده قال كفر بواح وشرك أكبر، كونكم تقولوا الرؤساء دي المؤمنين حكام المسلمين. قال الذي الكفر البواح الذي استشرى فيها بالبيان والدعوة والجهاد واجب، برضو كمان بالبيان والدعوة يبين الناس أنه كفر والحكام ذي الكفار والناس برضو كفار الشعوب والمجتمعات، وكمان بالجهاد برضو بالحجة والبيان وبالجهاد. كله كلام باطل وكلام فارغ من الرجل هذا الرجل المبتدع الضال عصام بابكر. وفي الصفحة رقم 217 ولدي ما عارف الدولة ودكتوراه كيف ده، انت عارف الدكتوراه دي عبارة عن شنو يعني؟ زول ما تظن انه دكتور وفاهم وعنده مخ، حبة مخ زرة ما عنده. ده شنو طيب الألف ده؟ جاب مجلة اسمها مجلة البيان، مجلة بتاعت البيان بتاعت السرورية، جاب لماها كده نقل منها كوبي بيست زي ما اقوله، يشيله يلصق هنا يشيله يلصق هنا، عمل الكتاب ده كله تحت مجلة البيان العدد 173، مجلة البيان العدد 172، مجلة البيان العدد 195 صفحة 100، مجلة شوف افتح لك اي صفحة، مجلة البيان العدد 159، مجلة البيان العدد 176، مجلة البيان العدد 159، مجلة البيان العدد 126، افتح لك صفحة ثانية عشوائي بس، شفت كيف؟ هنا جايب الدراسات الإسلامية شنو ما عارف، هنا مجلة البيان العدد 24، مجلة البيان العدد برضو 24، مجلة البيان مفهوم تجديد الدين الصفحة 62، مفهوم تجديد الدين الصفحة 26، بيشيل بس بلصق، بيشيل بلصق، بيختار الكلام بتاع التكفيرين بيعتقدوا وعمل له دكتوراه. طيب في الصفحة رقم 217 قال وما من شك في أن التعبئة الجهادية التي تقوم بها بعض الحركات الإسلامية، شفت كيف؟ قد شقت طريقها في كل من الشارع العربي والإسلامي، مما سيكون له عظيم الأثر في صياغة مستقبل هذه الأمة
على أسس جديدة من العزة والكرامة. وديل منو ديل قاعد يعملوا تعبئة جهادية الحركات الإسلامية ديل؟ كده الدنيا أمثلة؟ إخوان مسلمين وناس حماس برضو إخوان مسلمين، وتاني منو؟ وناس داعش. المهم الموجود وكلهم في النهاية إخوان مسلمين طبعا. قال ده عنده عظيم الأثر، قال أزول ده أخو مسلم وده من رؤساء جماعة أنصار السنة. هاي انتوا رأيكم شنو؟ وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.